بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، بعدما أنهينا دروسنا في مادة الفقه والأصول، ننتقل الآن إلى مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذه الدروس، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بمادة الفقه. فعلى يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سورة التوبة الآية 104. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وهب هبة لصلة رحم على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بثواب فهو على هبة يرجع فيها إذا لم يرضى منها. أخرجه الإمام مالك في موطئه. ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بالنصوص وباقي الدروس. السؤال الأول: استخلص من الآية شرط وجوب زكاة المال. الآية بين أيدينا، نستخلص منها شرط وجوب زكاة المال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن له. إذن الزكاة لها مجموعة من الشروط، فما الشرط الذي تضمنه أو تضمنته هذه الآية الكريمة؟ الشرط هو أن يكون المال مملوكا للمزكي، يعني الملكية الصحيحة. والقرينة الدالة على ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم، فقد نسب الأموال إلى المزكين، والنسبة نسبة إضافة بطبيعة الحال، لأن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه بمقتضى شرع الله. السؤال الثاني: عرف الزكاة في الإصطلاح. والزكاة في الإصطلاح هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا إن تملك حال الحول. هذا هو التعريف الإصطلاحي الزكاة، فهي إخراج جزء مخصوص وهو مخصوص بشرع الله من مال مخصوص عينه وحدده الله سبحانه وتعالى. ومن شروط هذا المال المزكى منه بلوغ النصاب، بلغ نصابا، وأن يصرف لمستحقيه، وهم ثمانية كما في القرآن الكريم. وشرط آخر: إن تم الملك، يعني الملكية الصحيحة. ثم شرط آخر وهو حولان الحول. إذن فهذا هو التعريف. نمر إلى السؤال الثالث: بين المقدار الواجب إخراجه في أرض يسقى غالبها بالمطر وقليلها بالآلة. إذن فما المقدار الذي يجب إخراجه في أرض يسقى غالبها بالمطر وقليلها بالآلة؟ الجواب هو: إذا تفاوت السقي كان للأقل حكم الأكثر، أي العشر 10%. يعني نضرب في 10 ونقسم على 100 والخارج
والواجب إخراجه. نمر الآن إلى السؤال الرابع، وهو: علل الحكم الآتي. تجب الزكاة في إيراد المستغلات لا في أعيانها. إذن المطلوب منا هو تعليل هذا الحكم، تجب الزكاة، فتجب من الوجوب، والوجوب هو أحد الأحكام الشرعية الخمسة. إذن بعبارة أخرى، لماذا تجب الزكاة في إيراد المستغلات لا في أعيانها؟ والجواب هو لبقاء العين وتجدد المنفعة. يعني فالعين والأصل يبقى على ملك صاحبه، ولكن المنفعة تتجدد. هذه المنفعة هي المعبر عنها بالغلة، غلة مثلا المنزل أو الدار، هي ما يحصل عليه صاحبها من كراء، من ثمن الكراء. نمر إلى سؤال آخر: بين المقدار الواجب إخراجه زكاة فيما يأتي. بين المقدار الواجب إخراجه زكاة فيما يأتي: 50,000 درهم. إذن ما الواجب إخراجه من هذا القدر؟ 50,000 درهم. الواجب هو 1,250 درهما. كيف حصلنا على هذا العدد 1,250 درهم؟ نعلم أن زكاة النقدين القدر الواجب فيها 2.5%، يعني 50,000 درهم نضربها في 2.5، والخارج نقسمه على 100، والحاصل هو 1,250 درهما. ما الواجب أو المقدار الواجب إخراجه زكاة في 1,500 كيلوغراما من الشعير المسقي بآلة؟ 1,500 كيلوغرام من الشعير المسقي بآلة. الجواب هو 75 كيلوغراما من الشعير. إذن كيف حصلنا على ذلك؟ نعلم أن التمار والمزروعات المسقية بآلة ومشقة أن الواجب أو القدر الواجب إخراجه فيها هو نصف العشر، نصف العشر يعني 5%، يعني 1,500 كيلوغرام نضربها في 5، والخارج نقسمه على 100، والحاصل هو الذي بين أيدينا 75 كيلوغراما من الشعير. سؤال آخر: أذكر حكم زكاة عروض التجارة عند الجمهور، مؤيدا جوابك بالدليل الشرعي المناسب. إذن أذكر حكم زكاة عروض التجارة عند الجمهور، وينبغي أن نؤيد هذا الحكم بدليل شرعي مناسب. والجواب هو الوجوب، يعني المطلوب حكم شرعي، وحينما نطالب بالحكم الشرعي فنعلم أن الأحكام الشرعية يعني 5
الوجوب والحرمة والندب ثم الإباحة والكراهة. إذن فالحكم المناسب هنا هو الوجوب، يعني وجوب إخراج زكاة عروض التجارة، الوجوب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، سورة البقرة الآية 267. إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه إلى الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أنفقوا فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنفقوا من طيبات، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فالنفقة أو الزكاة ينبغي أن تكون من طيب الأموال. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذه الكلمة أو اللفظة هي التي تدل على أن هذا المال هو مكتسب من خلال التجارة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إذن ما كسبتم عن طريق التجارة. نمر إلى سؤال آخر، وهو أذكر شروط الموهوب. الموهوب هو ركن من أركان الهبة، إذن فما شروط الموهوب أو العطية، الشيء المعطى؟ الجواب هو الشرط الأول أن يكون مملوكاً للواهب، مملوكاً للواهب، يعني الملكية الصحيحة. الشرط الثاني أن يكون قادراً شرعاً للنقل من يد إلى يد، يعني ممكناً، يعني نقله من يد إلى يد أخرى. يعني هناك بعض الأموال يعني لا يمكن نقلها من يد إلى يد أخرى، يعني كأراضي الأوقاف والأحباس ثم الأراضي المتنازع عليها مثلا بين الورثة، والأراضي أو الدور المستحقة بشفعة، فهذه يعني لا يمكن يعني أن تنتقل من يد إلى يد. شرط آخر أن يكون متمولا شرعا، متمولا شرعا يعني ما يعبر عنه بالإباحة الشرعية، أن يكون يعني طيبا حلالا إلى آخره. نمر الآن إلى سؤال آخر، وهو أوضح كيف تتم المعاينة المقبولة شرعاً للحيازة، كيف تتم المعاينة المقبولة شرعاً للحيازة؟ الجواب هو أن تقوم بإشهاد عدلين، إشهاداً مبنياً على الرؤية والاطلاع في مكان وجود العطية. يعني أوضح كيف تتم المعاينة، وهذا السؤال يتعلق بدرس الحوز. إذن فكيف تتم المعاينة المقبولة شرعاً للحيازة؟ الجواب: تتم المعاينة المقبولة شرعاً للحيازة
بإشهاد عدلين إشهادا مبنيا على الرؤية والاطلاع في مكان وجود العطية، فإن تعذر ذلك لسبب من الأسباب كحروب أو أمراض أو ما شابه ذلك اكتفي بالصيغة والإشهاد. نمر إلى سؤال آخر، بين حكم زكاة المدين في العين مع التعليل، بين حكم زكاة المدين في العين مع التعليل. الجواب هو تسقط زكاة العين، والعين نقصد بها الذهب والفضة وما يلحق بها من أوراق نقدية. إذن تسقط زكاة العين عن المدين. لماذا؟ لأنه فقير وهو من الآخذين للزكاة، مذكور مع الأصناف الثمانية الذين يستحقون أخذ الزكاة، كما أنه غير قادر على تنمية ماله، والنماء هو شرط من شروط وجوب إخراج الزكاة، فالدين يسقط زكاة العين ولا يسقط زكاة الثمار والزروع وما يلحق بها من المعادن والركاز. نمر إلى السؤال العاشر، وهو مثل لوصية معلقة على شرط لم يتحقق. مثل لوصية معلقة على شرط لم يتحقق. الجواب هو قول الموصي مثلا، إن مت عامي هذا فلفلان كذا وكذا، فلم يمت من عامه، إذن فالوصية هنا باطلة لأن الشرط لم يتحقق. السؤال 11، بين حكم الصورة الآتية مع التعليل، بين حكم الصورة الآتية مع التعليل. أوصى مراد بدار ثم رهنها بدين، فجاء الموصى له بعد وفاة مراد يطالب بالدار من المرتهن تنفيذا للوصية. إذن فلا بد أن نعطي حكما لهذه الصورة ولكن مع التعليل. والجواب هو يبيع المرتهن الدار ويستوفي دينه، إذن يقدم صاحب الرهن، فإن بقي شيء استحقه الموصى له، وإن استغرق الدين قيمة الدار لم يأخذ الموصى له شيئاً. لماذا؟ لأن الدين واجب والوصية تبرع والواجب مقدم على التبرع. السؤال 12، ملك محمد 30,000 درهم في شهر محرم، واشترى بها بضاعة يتاجر فيها في شهر رمضان، حدد الشهر الذي يزكي فيه محمد تجارته مع التعليل. إذن
محمد ملك المال في شهر محرم، ولكن بدأ التجارة في شهر رمضان. إذن ما الشهر الذي يحتسب به يعني المدة؟ هل هو شهر محرم أم شهر رمضان؟ الجواب: يزكي محمد تجارته في شهر محرم. لماذا؟ لأن رأس مال التجارة ملك له قبل بداية التجارة في رمضان، أي ملك له في شهر محرم. السؤال الأخير: بين متى يصح وقف العين المسكوكة والطعام؟ بين متى يصح وقف العين المسكوكة والطعام؟ والجواب هو: يصح وقف العين المسكوكة والطعام إذا قصد بهما السلف مع رد المثل، وكان الطعام مما لا يسرع إليه الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.